السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا في قناة مختصون في التبريد المنزلي. موضوع اليوم هنتكلم على حاجة معينة عشان خاطر الفنيين يكون عندها وجهة في الجزء ده. موجود لإيه؟ إيه الفرق ما بين المكثف ده والمكثف ده؟ وإيه الفرق ما بين القطعة دي؟ أي الاختلاف ما بين الأجزاء دي كلها؟ وليه الأجزاء دي كلها محطوطة؟ أو ليه الشركات المصممة عملت كده؟ بمعنى يعني دقيق شوية، أنا عندي سلك زي كده مفروض بمساحة معينة ومساحة مقطع معينة. لو أنا جيت ولفتها بالشكل ده، وجيت أوصل السلك، أنا عملت هنا مقاومة. المقاومة دي لها شغل معين في الكهرباء. المقاومة دي بتشيل معايا حاجات معينة وبتعمل معايا أجزاء معينة. الشركات المصممة في الغسالات لما جت تعمل الحاجات دي عملتها بدراسة، لأن في مهندسين مخصصين للشغل ده بالظبط. أنا عندي القطعة الخاصة بالغسالة الفوق أوتوماتيك، أو الغسالة اللي شغالة ديجيتال بصفة عامة. عندي القطعة دي لها أمبير معين بيتحمله، لها شغل معين بيتحمله، عندي فيها موتور بيرفع امبير بيشيل امبير. فالشركه بتعمل حمايه للقاعده بتاعتها باي شكل ممكن عشان تحافظ عليها بشكل معين وبشكل سلس وبشكل يعيش معاها العمر كله. انا عندي التيار بتاع الكهرباء، لو قل الامبير بيزيد فيحصل عندي عاوز حمايات للقاعده بتاعتي. لو عندي الفولت لو زاد هيحصل عندي مشاكل داخل اللوحه. فلا عندي حاجات معينة الشركات بتعمل حماية لها معينة عشان تحافظ عليها على قد ما تقدر. الفولت بتاعنا لو قل الامبير بيزيد فيأثر معايا في اللوحة، ده بالفولت لو زاد هيأثر معايا ايضا في اللوحة. فالشركات المعينة بتاج شركاتها بتاج تصمم اشياء داخل الدائرة الكهربائية، ما بتصممش اشياء عشوائية كده ملهاش اي لازمة. نسمع بقى مع بعض الفيديو ونشوف الأجزاء دي اللي موجودة داخل الدائرة، ونفهم مع بعض خطوة بخطوة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونقول إيه الفرق بين المكثف ده والمكثف ده والقطعة دي. مفهوم بسيط عاوزين نفهمه هي ليه بعض الشركات بتعمل الجزء ده في الغسالات. ده سؤال شفته على النت وكرر كتير، كان في موجود مكثف بسلك أصفر زي ده أو أبيض أو أحمر أيًا كان السلك، والفنانين بتسأل ليه الجزء ده محطوط في الغسالة أو في المكثف بصفة عامة. لما جت الغسالة ديت عشان أقدم لكم بس الوضع ويبقى الوضع قدامكم عملي، أنا حبيت إن أنا أفك الأسلاك عشان تبان معي. أنا عندي هنا السلك الأبيض والأصفر معمول بلفات معينة وبعدد لفات معينة، نعدهم مع بعض. أدا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، التانيين زيهم ولا مختلفين؟ خلينا مع بعض خطوة بخطوة. هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، نفس العدد، نفس العدد موجود هنا موجود هنا، نفس اللفة الموجودة هنا موجود هنا. لما بحثت على الغسالة ديت عشان يكون معانا بس الوضع باين، أنا عندي سلكان الكهرباء الأزرق والبني، لقيت الأزرق واخد الأبيض والبني، الأزرق قصدي أنا آسف، البني واخد الابيض قدامكم اهو، والازرق واخد القطعه الصمراء دي عشان خاطر الفيوز، واخد الاصفر. خلاص كده الوضع ماشي معايا تمام التمام. لما بحثت في الفيشه الرئيسيه بتاع الغساله لقيت عندي هنا الابيض والاصفر هما ال 220 فولت الموجودين على الغساله. اذا اللفتين دمت محطوطين على الفيشه الرئيسيه اللي جايه من الكهرباء وداخله على البورده الخاصه بالغساله. ايه الهدف من ده؟ او ليه الشركه عامله ده؟ او ليه الوضع ده موجود الشركه ليه عاملاه؟ خلينا مع بعضنا عشان خاطر نبقى فاهمين اكتر واكتر، هندرس الموضوع مع بعض خطوه بخطوه ونشوف الوضع ده ليه الشركه عامله. ولكن نفس الجزء ده بالظبط بتلاقيه معمول في مكثف. المكثف ده بيكون جنب الموتور من تحت وطالع من فوق، او السلك بتاع المكثف طويل وحاطينه هنا. ايا كان الهدف سواء ده او سواء مكثف، احنا هنشوف الهدف ايه بالظبط والخطوه ليه بالظبط وعاملينها كده.
مبدئيا كده عشان خاطر ابدأ معاكم الخطوة من الاول، لو راجل عندي دلوقتي لمبة بسيطة خالص 100 واط وجايب 10 متر سلك ولفتهم لف زي ده وشغلت اللمبة، لو جايب مثلا سلك ترمو بلاستيك زي ده عادي خالص، ترمو بلاستيك زي ده ولفتهم لف كده ال 10 متر او ال 5 متر ولفتهم حول بعضهم كده، وجيت اشغل اللمبة واللمبة 60 واط 40 واط، هلاقي السلك ده بيسخن معايا، السلك ده بيسخن معايا. يبقى انا بدأت معاكم من الاول اهو، عرفتك هو ليه عامل الاسلاك ده هي بالظبط، هلاقي السلك ده بدأ يدفى معايا او يسخن معايا، ده بلا يدفى او لا يسخن. مهنا كفني شغال في غسالة او شغال في تلاجة، انا مش هاجي كفني غشيم اقول الشركة دي ما بتفهمش حاجة او شركة متخلفة او شركة ما عندهاش اي كتر اسلاك عندها واقص والحم، يبقى انا خربت الدنيا كلها. ولما خربت الدنيا كلها الدنيا كلها عندي باظت. تعالى عشان أأكد لكم اللي دمت 220 فولت الاول، انا هوصل الفيشة بتاع الكهرباء بتاع الغسالة وهبدأ في مصدر الكهرباء قدامكم اهوت، وهبدأ اقيس هي ديت الفولت عندي على الابيض والاصفر ولا على ايه بالظبط، عشان يبقى عندي مصداقية ازيد وازيد، واحط الافوميتر بتاعي على التيار المتناوب او التيار المتغير وهبدأ هقيس الابيض والاصفر مع بعض فوق اهو. قيس يا زياد، امسك الفيشة بس يا زياد انت، طبعا عشان ما يجوش على بعض، حاسب ايدك خلاص جايب عندي، ثبت ايدك يا زوزو اهو، استنى عشان الايد بس تثبت، لا ايدك مش ثابته، ثواني بس نثبت ايدينا وهنشوف الوضع عامل ازاي. استنى عشان عاطي عندي 229 فولت، حطينا الافياش من هنا قدامكم الابيض والاصفر، وهنا عاطي لي 229 فولت. خلاص شيل ايدك، شلنا ايدينا خلاص، يبقى احنا كده عرفنا ان اللفتين ده همت جايين على الكهرباء الرئيسيه للغساله، ممكن تقابلهم في مكثف عادي. انا شرحت لك الوضع من الاول، لو انا جبت لمبه 60 واط وجايب 10 متر سلك ترمو بلاستيك ولفتهم وشغلت، هلاقي دمت بيسخنوا. بيسخنوا ليه بقى؟ تعالى هنا نتكلم مع بعض خطوه بخطوه ونشوف هم ليه بيسخنوا. زي ما قلت لك انا عندي تفريغ الطاقه بيبدا من اكتر من حاله، فانا عندي بفرغ الطاقه هنا عن طريق السخونيه. طب الجزء ده في بدايه البدء، عندي في بدايه البدء ده بيأخر تيار البدء عندي اللي هو اصلا هيأثر معايا في اللوحه الالكترونيه اللي قدامي ديت، عندي مكثفات وعندي وعندي وعندي، هيأثر معايا يبوظ لي اللوحه بتاعتي. يبقى انا كده ماشي معاك خطوه بخطوه، ما يجيش فني غشيم يقول لك الشركه دي ما بتفهمش حاجه وعامله سلك طويل قص من هنا واعمل، انت خربت الدنيا كلها، الدنيا كلها اتخربت معاك. ده البدايه معايا عشان خاطر تفهم هم ليه كده، او بيكون معموله في مكثف، او الحاجات دي كلها لازم نخلي بالنا منها وندرسها واحده واحده عشان نفهم الوضع ماشي ازاي. انا عندي الموتور بتاع الغساله اول ما بيقوم فبيسحب عندي امبير وتيار، فالجزء ده لازمته ياخر تيار البدء لانه بيستهلك كتير وهيبدا يسخن معايا الاجزاء الكهربائيه دي سواء مكثفات او سواء او سواء، وهتسخن مني وهتضرب مني. فانا عندي ده حاطط الجزء ده عشان ياخر تيار البدء، والطاقه اللي هنا او الحاجه دي عاوزه تتفرغ، هتتفرغ ازاي؟ لا اما عن طريق تفريغ الشحنه او الكهرباء اللي هي الطاقه اللي هي السخونيه، فهو حول لي هنا الطاقه بتاع المعده لسخونيه معينه هيتفرغ من هنا ويبدا اللي هو يحافظ على الجزء الكهربائي او اللوحه الكهربائيه اللي قدامي دي. يبقى انا خطوه بخطوه بدات امشي معاك عشان تستوعب الحته ديت
وتكون معاك جزء فهمه 100%. انا عندي الدائرة دي شغالة بمطور وشغالة بلوحة الكترونية فيها مكثفات وفيها دواير جوه. فانا السلكان دمت لو شغلتهم مباشرة عندي هنا، فانا عاوز افرغ الشحنة الزيادة، فانا اما عندي جزء يفرغ الشحنة، لاما استهلك بقى دمت عن طريق طاقة اللي دمت هيسخنه مقاومة. ما هو لما يلف السلك على بعضه بيحصل عندي مقاومة، فالمقاومة دي هتسخن فيبدأ اللي هو فرغ بقى الحماية، وبقى عندي حماية للوحة الإلكترونية الخاصة بالغسالة الموجودة عندي أو الجهاز الموجود عندي. فأنا عشان أفرغ بقى الشحنة الزيادة ديت اللي هتأثر عندي على اللوحة، فأنا محتاج ملف. الملف ده هيسخن، فهو معايا السخونية بتاعته هتفرغ الطاقة بتاعته وتحميل اللوحة بتاعته. ده المنظور البسيط الخاص للدائرة ديت عشان خاطر الفني يكون فاهم الوضع ايه. في بقى منظور تاني بقى تخش في موضوع العلمي والتيار الدوراني وزي افرغ الملف بتاعه وشغله معقد، وانا عاوز ابسط لك الامور على قد ما تقدر وعلى ابسط البسائط تبقى انت فاهم الوضع ده ايه بالظبط. ده عبارة عن ملف، الملف ده عشان افرغ الشحنة الزيادة واحمي الدائرة الكهربائية بتاعتي اللي هي اللوحة الالكترونية بتاعتي، لان عندي بداية التشغيل بتاعي بيحصل عندي امبير زيادة، فده بيأخر معايا طيار البدء، فلما يأخر معايا طيار البدء هيحميل اللوحة بتاعتي ويحميله كل ده. وعشان افرغ الشحنة بتاعته فانا بفرغها عن طريق السخونية، الملف ده هيدفى معايا في بداية الشغل، هتلاقيه دافي معاك او في نسبة سخونية بسيطة، هيبدأ اللي هو يفرغ الشحنة الزيادة ويبدأ يحميل اللوحة الالكترونية بتاعته. يعني بمعنى اصح الفني ما يلغيش ده، ده حماية للكارتة وحماية لكل حاجة، والوضع هيبقى بسيط لو الفني فهم الوضع ماشي ازاي. اما لو انت لقيت الوضع ده مع مكثف ايا كان الشكل برضك موجود المكثف وفي سلك من ده، المكثف ده عبارة عن بطارية يا جماعة بيشحن ويفرغ بيشحن ويفرغ، نفس الوضع ده كل المواضيع اللي بيعملوها ديت هي حماية. انا لما بلف شوية سلوك على بعضها ده ملف. في بعض الناس تقول لك اصل ده عشان خاطر منع للشوشره، ده مش منع للشوشره لان مش حاطين فيه ماده كربونيه او ماده حياديه بتكون ملفوفه كده والكلام ده. انا وضحت لك الامور بشكل مبسط، واتمنى ان انا اكون وصلت لك المعلومه بشكل سهل وبشكل سلس، وقلت لك انا محتاج افرغ الشحنه دي. الشحنه دي اتفرغ منين هنا؟ فانا بفرغها عن طريق الحراره، لأنا بعمل ملفات من ديت بتسخن معايا فهي بتفرغ معايا الشحنة الزيادة. الشحنة ديت اللي هي هتأثر معايا على المقاومات ديت. أتمنى أن أكون أنجزت أو جزت في الفيديو، وأتمنى أن أكون المعلومة وصلت لكم بكل سهولة، وأي حد عنده أي معلومة عاوز يضيفها تحت أمره، إحنا كلنا هنا بنضيف لبعض بنستفاد من بعض. تحياتي لكم جميعا، كان معاكم أبو العنين من قناة مختصون في التبريد المنزلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.